ثلاث مرات يعني في كل شهر مرة، وهذه المرة الرابعة، يعني معدل كبير. وأعتقد كل لاعب عارف نقاط القوة ونقاط الضعف، ولكن أرضية الملعب هي التي تحدث الفارق، والطقس والأجواء أمامك، لأن أرضية الملعب هنا بطيئة جدا، والكرة ارتدادها يكون إلى الأعلى. تابعنا وشاهدنا المباريات واستمعنا إلى العديد ممن اشتكى من أرضية الملعب بأنها بطيئة جدا. روجر على الأرسال، افقد روجر النقطة الأولى. بالصعود، وحل من حلول روجر الصعود الى البولي، يصعد هنا، ولكن الصعود تحضير لم يكن قوي من فيدرر. فرصتين متتاليتين للدولبو، او يتقدم بنقطتين، لم تأتي الفرص ولكن متقدم بنقطتين لا شيء، 30 لا شيء على ارسال روجر. اوه ارسال ساحق، ودولبو ترو يشكك، يتحدى الدولبو يتحدى. سنشاهد هذا التحدي، اول تحدي في المباراة. يلامس بقليل، اذا ينقذ التحدي، وروجر يكسب النقطة. ارسال ساحق يحسب هنا لروجر، 126 ميل بالساعة. وصول متأخر، روجر كسر الايقاع بكرة في العمق، وصل إليها الأرجنتيني متأخر. 30 الجميع. لحظة، البداية هامة جدا في ظل ظروف هذه المباراة، مباراة هامة، كل شوط له معنى، كل نقطة لها معنى. ذكاء هنا، لاحظ الذكاء من روجر، كسر الايقاع. دائما ما يستخدم مثل هذه الحلول امام الدولبوترو، لان الدولبوترو كما ذكرت لاعب مميز هجومي من الخط الخلفي. وهنا مورسلافا على اليمين، ميركا الزوجة لروجر، وايضا عائلة روجر كانت حاضرة بالمناسبة في مباراة الماضية. تبادل طويل ويفقد النقطة روجر. كما ذكرت روجر في المباراة الماضية عائلته، يعني بناته كانوا حاضرين، كانوا يتابعون توام البنات. ذكر روجر عندما يعني رزق بالبنات، ذكر بأنه يتمنى أن يكونوا موجودين يعني في الأولمبياد في لندن ويتابعونه. خطا مباشر بعيد بعيد جدا، روجر على الخط الخلفي، يتعرض للكسر الان روجر. فرصة اولى لكسر الارسال في هذه المباراة، ويحصل عليها الدولبو.
التعادل. وروجر يدافع بكرة قوية بالفورهاند عميقة تضايق دول بوترو الذي حاول أن يهاجم بها لكن خرجت هذه الكرة. روجر عندما وصل وين وصل؟ يعني في منتصف او بعيد عن منتصف الملعب وانخفضت الكرة ضايقت روجر. بعد ذلك البولي لم يكن دقيق، دول بوترو لم يتردد على الاطلاق يسدد ضربة قاضية بباسنج شوت. فرصة فرصة للكسر للمرة الثانية. دولبو وصل لهذه الكرة وضاعت الفرصة. الزاوية الأمامية فارقة ولكن دولبوترو دائما قوته بالفورند بالكروس وليس في الدان ذا لاين، دائما ما يعتمد على الكروس، وهنا لم يضع سبن في هذه الكرة ولم ترتفع، ضاعت الفرصة. 6 دقائق 25 ثانية، بداية قوية جدا. كرة على الخط، تأخر دول بوترو، تأخر في الوصول، توقع بأنها خارج ولكن تفاجأ بأن الكرة تلامس، تفاجأ بلمس الكرة. نعم بالفعل يا دولبو، لامست لامست، ها هي أمامنا احنا خلف الشاشة نتابع. هو شكك في هذه الكرة وروجر أمام الإرسال، ولكن على روجر أن يركز على الإرسال الأول بشكل أكبر، حتى الآن لم يقنع بالإرسال الأول. الكرة في إطار المضرب، الجسد للخلف أثناء التسديد يفقد التوازن ويفقد أيضا الدقة في التقاء رأس المضرب والكرة. سريع والاخيرة تخرج من دول بوترو. ادرر مرة اخرى ومرات عديدة اتت مثل هذه الفرص لروجر. نفس الخطأ نفس الخطأ وعلى الباكر في إطار المضرب. وفي ظل هذه البداية اللاعب الأرجنتيني يضع ضغط على إرسال روجر. لاحظ الأخطاء المباشرة فيدرر، الأخطاء المباشرة 6 في شوط واحد كثيرة يا روجر مقابل 3 لدول بوترو. يصعد هنا وتشعر الثقة في الفولي. لاحظ سدد كرة، لاحظ ستوب فولي دقيق جدا، صلابة الرص لم يتحرك رأس المضرب، بعد ذلك وصل إلى الأسهل بالأوفر هيد. فرصة تأتي من جديد،
130 سرعة الارسال الاخير لروجر. هذه الكرة مرت، الحظ يبتسم في وجه دول بوترو الذي يعتذر. يا له من شوط، هذا شوط بروحه يعني ما ادري تجاوزنا 8 دقائق 9 دقائق. يتحدى اعتقد بان خارج يعني شكل الكرة مسار الكرة خارج بقليل، ما ادري والله هذه التكنولوجيا كاميرات عين الصقر تاتي بلقطه اخرى، ما ادري انا شفته يعني كان تخرج بقليل، جزء كبير من الكره كان خارج مسار الكره يقول هكذا. سنشاهد، اعطونا التحدي. ما في تحدي، اذا ما في تحدي يكسب روجر، اذا ما في تحدي روجر يكسب، اذا الكاميرات ما جابت اللقطه خلاص لان ما في كوركشن، ما في تصحيح، يبدو بان ما في، وإذا ما في خلاص هذا القانون، كل ينتظر. أعتقد we don't have it، خلاص روجر يكسبها، هذا القانون. نعم نعم روجر يكسب القانون، ما في، نعم هي أنا they don't have it. اعتقد هي ما لمست. نعم get a good look at that. Probably I missed. I believe you but I didn't get. Show me the holder. They don't have it. Show me there. What to show? They don't have it. But the ball was like this now. I believe you, Juan Martín. You can see the money. If it's that one, I missed it. نعم يقول إذا هذه أنا أخطأت. I didn't have time to come like this. I lost it. No. I didn't get a good look at it. Well, what wrong? Like we have to go with the original call. No, that is, I cannot replay the point. It's no call. والله بدايتها مولعة. طبعا القانون صحيح، القرار اللي اتخذه، ولكن انا شخصيا ارى بانها خارج ما لمست، ولكن القانون قانون، ما في يعني هذه العدم، ما ادري انا صعبة شوية، ولكن القانون قانون، إذا ما في تحدي. دل بوترو اهدى، لسه بادين يا دل بوترو، يعتذر من روجر خلوق طبعا هو، ولكن حقه يعتذر، ولكن يجب أن يكون ذكي لأنه خلاص ما في، القرار اتخذ خلاص. إذا القرار اتخذ من حكم الكرسي ما في مجال للتراجع، إلا كاميرات عين الصقر فقط. يفقد تركيز الارجنتيني بعد مشادة مع حكم الكرسي، وروجر اخيرا بعد شوط ماراثوني هادئ، شوفه هادئ كأنه بركان، هادئ روجر، هذا روجر، هذه خبرته. ودل بوترو ما ادري ايش فيه، خلاص يا دل بوترو. يعني مو متعمد الحكم هذا البوترو، الخطأ موجود ونقطة يعني ممكن تكون مهمة في الشوط، ولكن لسه بادين والحكم مستحيل يرد بقراره لأن هذا القانون. يعني ما في تعمد أكيد من الحياني أو حكم الخط. It works fine now. Do you get the result of that one? We don't have the result. اذا الشوط اول ومباراة وبداية تعطينا تنبؤ بان المباراة ستكون كما توقعنا، مباراة مولعة ومباراة حماسية، والرغبة للاثنين في وصول الى نصف النهائي. يضغط روجر بالباكن عندما يسدد، خطير هذا اللاعب الذي يظهر على الشاشة، عندما يسدد من داخل الملعب خطير، دائما يعتمد على
الفعالية الهجوم بكرات قوية حتى بالباكت حتى بس يسدد من داخل الملعب بمترين او متر او اكثر شاهد بانه يلجأ الى الهجوم. يا للروعة يا للروعة، يظهر هنا روجر بقراءة ممتازة، فاجأ دلبوترو بدروب شوت. لاحظ فاجأ، ما كانت دقيقة وصلت دلبو، ولكن نشيد بردة الفعل لروجر والقراءة وأيضا التوقع واللمسة الأخيرة هنا لروجر فيدرر. لا شيء 30 يرفع من التركيز روجر بعدما مر من شوط صعب كان تحت الضغط، الآن ارتاح في ارتياح، والدليل النقطتين يؤدي بشكل جيد الآن. ثلاث نقاط مثالية، استقبال ولا أروع دلبوترو، وهنا فرانكو دافين المدرب الذي يضع القبعة البيضاء، هذا المدرب فرانكو دافين مدرب دلبوترو. يبدو بأنه الآن يعني مع هذه البداية لدلبوترو على الإرسال غير سعيد. ثلاث فرص لروجر، لاحظ ماذا حدث، دلبوترو توقف كأن عباله فولت، روجر ايضا يعني دلبوترو العب على قرار الحكم، العب على قرار الحكم، انت عندك الخبرة الكافية، ما اعتقد تحتاج النصيحة، خلاص يعني اذا ما في نداء العب، ولكن هو توقف ولحسن حظه بان روجر سدد خارج ولا كان يفقد النقطة دلبوترو. يا دلبوترو لا تلعب بالنار، ثاني مرة دلبو بنفس المكان قرأها الماشرو، يؤدي يتحرك بمرونة ورشاقة وتسديدات قوية، نعم قوية، يهاجم رغم بأن الإرسال من دلبو، ولكن روجر من خلال استقبال يتحول إلى الهجوم، كسر إرسال مبكر، يأخذ الانطلاقة وشوط في غاية الروعة، أربع نقاط لروجر بامتياز، ينجح في هذا الشوط دلبوترو و معاناة هذا اللاعب وما أدري تركيزه خرج منه بعد المناقشة مع الحكم، ولكن يبدو بأن روجر تحسن كثير عن الشوط الأول. يا سلام يا سلام، كم هو ممتع، مستوى مختلف لهذا الرجل، في كل مباراة يأتي بشخصية أخرى. الآن هذا أداء يعني في الشوط اللي شاهدته وحتى الآن شاهد أداء غير عن مباراته مع راونيتش مع بلوتشي. هذه المرة دلبوترو هو الذي استطاع ان يخادع روجر، روجر كانت سهلة ولكن دلبوترو توقع الكرة، لكن يبدو بأن روجر استخدم هذه المباراة في استراتيجية بأنه يستخدم كرات قصيرة. يبدو بأن المدرب بول أناكون أعطى النصيحة واتفق هو وروجر بأن يرفع من رصيد الكرات الروب شوت لإرغام الدلبو على الشبكة لأنه ليس يملك القوة الكبيرة على الفولي. يصعد يصعد يكسر الايقاع، التنويع مطلوب، ينوع ويكسب روجر. لاحظ في الكره الاخيره ايضا على الفولي، تذكر مباراه بلوتشي عندما تحدثت بعد المجموعه الاولى روجر صعد في فولي واحد وكنت اسال لماذا لا يصعد، لاحظ الان الامور مختلفه، يعلم بقوه المنافس ولهذا السبب شوف تركيزه عالي، يعطيك القراءه من خلال التنويع والصعود الى الفولي في مرات عديده. وارسال مميز، ارسال مميز، 125 ميل بالساعه يرسل هنا وبدقة على التي لاين في المنتصف، وروجر امام فرصتين متتاليتين.
وارسال سحب بمهارة السلايس من المايسترو روجر. ثلاثة لا شيء. لاحظ اللي تابع الشوط الاول ما توقع ان السيناريو يكون بهذه الطريقة عندما عانى روجر ودافع عن فرصتي الكسر وكان هناك في تفاوت في مستوى روجر في ظل اخطاء 6 أخطاء مباشرة. ولكن لاحظ بعد الشوط الاول روجر اختلف تماما وكأن هناك كان ضغط على روجر وانزاح هذا الضغط هنا. ايضا لارس غراف حكم سويدي متواجد يتابع يراقب. وهذه الكرة البوترو ما ادري البوترو فاقد اعصابه بداية المباراة. هذا الصامت اللي ما تسمع صوته ما نعرف صوته البوترو ولكن يبدو في هذه المباراة متوتر فيه توتر ويناقش و نعم تحتاج نعم بكلمة كلمتين خلاص ينتهي الموضوع. ولكن لاحظ لاحظ نعم حياني حياني والله يقول له ما يعني والله يعني شوف الحوار يعني حياني والله يعني متضايق يقول له انا والله ممكن اكون مخطئ انا اسف انا مخطئ ولكن انا ما شاهدت الكره لانها سريعه في الاتجاه هذا اصعب خط على حكم الكرسي بالمناسبه هو اللي يكون قريب منه هذا اصعب خط يقول له انا اسف ما حتى لو انا ما شاهدته ولكن خطأ انا اتاسف واعتذر لهذا الموقف يعني في حوار واحتراف شيء جميل من حكم الكرسي والبوترو يجب عليه خلاص ان يدخل في المباراه وينسى ما حدث لانه ما في شيء راح يعود للبوترو خلاص انتهت الامور والان 3 لا شيء لروجر. سال جيد من دول بوترو 30 لا شيء. ثلاث فرص متتالية للأرجنتيني ممكن بحاجة إلى هذا الشوط. هنا على يمين الشاشة رود ليفر هذا الأسطورة الأسترالي الذي استطاع أن يحقق 4 جراند سلام في موسم واحد. نعم هذا الذي قال لكل زمان له بطلة يعني ما في أنك تقول هذا أفضل لاعب في التاريخ يقول بأن كل لاعب هو بطل زمانه. ودول بوترو يحقق شوط أول شوط لدول بوترو ممكن يخليه شوية يركز ويبتعد عن الحديث مع حكم الكرسي. 3-1 روجر يملك أفضلية الكسر. هل يستفيد روجر من هذا الكسر كما استفاد في الشوط الثالث عندما حقق شوط ثالث على التوالي. بداية ممتازة لروجر ارسال ساحق اخر يرفع الرصيد من الارسالات الساحقة. بالمناسبة روجر في هذه البطولة حتى ما قبل المباراة حقق 26 ارسال ساحق مع 4 هنا اذا وصل الى الرقم 30 في البطولة. تسديدة محاولة هنا روجر قام بالدوران وحول الباك هاند الى فورهاند. روجر فيدرر
في هذه البطولة على شوط الإرسال عنده نسبة 92% من الكسب، يعني من 37 من 37 كسب 34، يعني فقد 3 أشواط على الإرسال فقط في البطولة. روجر إرسال رائع، لاحظ الآن هذا التنويع، روجر في النقطة الأولى أرسل في السلايس على الفورهند، الآن أرسل في المنتصف، وهذا التنويع لا يعطي قراءة لديل بوترو، وهذا الأمر الجميل في اللاعب المرسل بأن ينوع حتى اتجاه الجسد ممكن يكون حل للاعب. أوه تركيز منخفض، تركيز منخفض من روجر، كانت الكرة في متناول اليد لروجر في الدرايف فورهند لكن سدد خارج. يصعد وكلما صعد روجر يكسب. فرصة لروجر هذا الموسم 19 فوز. روجر بالمناسبة لو فاز اليوم سيكون أكثر واحد مع الماغرو في هذا الموسم يكسبون في المباريات، يعني الماغرو عنده 20. وروجر يتمكن إذن من تحقيق الشوط 4-1. روجر يملك أفضلية كسر الإرسال. سجل مواجهات كلا اللاعبين التقيا على الأراضي الصلبة 9 مرات. روجر حقق 7 مقابل 2 على الكلي كورت. روجر فوزين مقابل لا شيء، وعلى الأراضي العشبية كان هناك لقاء واحد على الأراضي العشبية وفاز روجر فيدرر، وكانت في بطولة ويمبلدون عام 2007. من المباريات الجميلة اللي تابعت لهم ما أنساها مباراة فرنسا المفتوحة 2009، والله مباراة كانت جميلة جدا. أتذكر هذه المباراة عندما تقدم دول بوترو على روجر بمجموعتين لمجموعة واحدة في نصف النهائي، ثم روجر حسم الرابعة 6-1 والأخيرة 6-4 في مباراة كانت في غاية الروعة، وبعد ذلك روجر حقق أول لقب له في فرنسا المفتوحة وأصبح مع الكبار ليضع اسمه بين اللاعبين الذين فازوا بجميع بطولات الجراند سلام، وكانت هي تنقصه بطولة فرنسا المفتوحة. تركيز عالي من هذا اللاعب، يفكر كيف يعود إلى التصنيف الأول عالميا، هذا هو الهدف، هذا هو هدف روجر فيدرر. وروجر فيدرر يقول أنا سألعب حتى 2016، ما عنده مشكلة، ولكن أنا ما أدري، أختلف في هذا القرار. أعتقد روجر لو خرج من التوب 10 سيكون له موقف آخر، لأن ما أعتقد راح يلعب بالتاريخ والاسم الكبير، ولكن ما زال بعيد عن ذلك. إذا يقدم هذا المستوى أعتقد سيظل لفترة، وممكن لا تستغرب أنه يعود للصدارة، لا تستغرب، لأن جوكوفيتش ونادال عندهم نقاط كثيرة في الأسابيع والأشهر القادمة، ممكن يكون حل أو هدف روجر في الفترة القادمة ممكن. دول بوترو على الإرسال، كرة عميقة، فيدرر مو متأكد، أخذ نفس عميق روجر مو متأكد من الكرة. 15
وسدد الكرة. لاحظ روجر عندما صعد دلبوترو اختار خيار ممتاز. لاحظ لاحظ دلبوترو كرته منخفضة يعلم تماما بان روجر قادم وروجر تأخر في الوصول. انخفضت الكرة هافولي لم يكن دقيق بعد ذلك. دلبوترو في المنتصف في المنتصف نعم. روجر تحرك ودلبوترو سدد في المنتصف. سلام سلام. 124 ميل بالساعة. ثلاث فرص متتالية لدلبوترو. 28 دقيقة تنقضي من عمر هذه المواجهة حتى الآن ونحن في نهاية الشوط السادس من المجموعة الأولى. شوط نظيف لدلبوترو. 4-2 روجر. ضغط نفسي كبير على كلا اللاعبين. ضغط نفسي كبير لان كل لاعب يعلم لو فقد شوط الارسال يكون في موقف صعب. والان هذا ما يشعر به الان اللاعب الارجنتيني. فقد شوط الارسال وروجر كل ما يفكر به هو كيف يحافظ على شوط الارسال حتى يحسم المجموعة الاولى. بداية ولا اروع. بداية ولا اجمل هنا بارسال ساحق 124 ميل بالساعة. يكسب النقطة الأولى. الفنان هنا يتفنن في هذا التبادل والأخيرة كم هي جميلة. لاحظ يخرج البوتر من المنتصف ثم الزاوية الأمامية فارقة. لاحظ التحكم لاحظ التوقيت وأيضا لاحظ الدقة في هذه التسديدة. 30 لا شيء 40 لا شيء عندما يأتي بنقاط ترتفع المعنويات لروجر. ثلاث فرص متتالية. الموسيقار هنا جافين دائما ما يتواجد مع روجر في هذه البطولة. يا سلام. لكن خرجت لكن جمل جمل مميزة. لاحظ هذه رقم كم. لو حسبنا هذه رقم كم في الدروب شوت لروجر في هذه المباراة ممكن تخطى السبعة ممكن. يعني يعطينا قراءة بأن قرأ المنافس بشكل جيد. يعلم بأن دلبوترو 3 مترين خلف الخط الخلفي يتمركز دائما وطويل القامة 1.98 متر. هذه الكرات تزعجه وروجر يركز على هذه الكرات بشكل كبير هذا اليوم. ارسال ساحق 106 وضع التركيز في السلايس هنا ويرفع من رصيده في الارسالات الساحقة. ما زال هو الذي يسيطر روجر حتى الآن. لو عملنا مقارنة وقرأنا السبع اشواط تشاهد بان روجر يملك الافضلية من خلال تسيير هذه النقاط في التبادلات يملك الافضلية. اذا روجر فيدرر 5-2 يتقدم على دولبو. روجر فيدرر تاريخ كبير. نعم تاريخ كبير عزيزي المشاهد. وصل الى 826 فوز في مسيرته الاحترافية عند 72 لقب. و هذا الموسم لقبه يرفع رصيده من الالقاب واستطاع ان يتصدر التصنيف العالمي برقم قياسي خيالي 237 اسبوع متتالي. وصل النهائي روجر 102 كسب 72 وخسر 30 وعنده رقم قياسي بالجراند سلام 16 لقب في الجراند سلام. وروجر ايضا يعتبر اكثر لاعب كسب كاس الماسترز. ارقام ارقام باسم هذا اللاعب. وروجر فيدرر هذه المشاركة الخامسة له هذا الموسم. نعم الخامسة حيث شارك في بطولة الدوحة وانسحب بسبب المرض ومن ثم
شارك في بطولة استراليا المفتوحة، خرج من نصف النهائي امام نادال، وبعد ذلك ذهب الى روتردام حقق اللقب على حساب دول بوترو، وفي دبي حقق اللقب على حساب البريطاني اندي ماري. دول بوترو من اجل التقليص الان هو يرسل في اخر شوطين، دول بوترو لم يخسر اي نقطة على الارسال. ثلاثين لا شيء. أخرج من روجر. 3 فرص متتالية لدول بوترو. دول بوترو في بطولة الماسترز نهائي واحد، نهائي 2009 في كندا، هو النهائي الوحيد لإخوان مارتن دول بوترو في الماسترز. يا سلام يا سلام يا للروعة، كم هي جميلة مميزة، لمحة فنية في ظل اندفاع روجر. دول بوترو لاحظ هذا الاندفاع، ياتي بلوب بمهاره تحسن للدلبو هنا، لاحظ اندفاع روجر على شبكه دول بوترو، والدقه ايضا حاضره، لاحظ روجر يحاول ولكن هناك دقه في هذه اللمسه المميزه، ويقلص الفارق دول بوترو 3-5. روجر يرسل من اجل المجموعه. ويبدا بدايه كالعاده ممتازه، لو استثنينا الشوط الاول من المباراة لروجر على الارسال، بعد ذلك دائما ما يبدأ بنقطة اولى وهو يرسل، وهذا امر ايجابي يعطيه الثقة في النفس للمواصلة. يا للروعة، ضربة قاضية اخرى مرتفعة من الدلب وليست عميقة، روجر خطير من هذا المكان، انت حددت كرات بالمنتصف على الفورهاند، خطير ويسدد كرة سريعة، يملك ذراع قوية طبعا بالفورهاند، من افضل اللاعبين، نقول من افضل اللاعبين عندما يسدد بالانسايد اوت او بالانسايد ان بالدوران بالفورهاند. هنا بالانسايد اوت قصيره ولكن ما مرت. معظم الكرات دائما روجر يبحث عن الفورهاند، حتى لو كانت على الباكهاند يحاول ان يحول الباكهاند الى فورهاند، لانه هو السلاح، هو السلاح له في التبادل طبعا الفورهاند. هناك العديد من اللاعبين لديهم سلاح الفورهاند افضل من الباكهاند. يتحدى روجر كرة، والله ممكن تكون لامست، ممكن تكون لامست، اعتقد في لمس دول بوترو ذهب، اذا في لمس بالفعل، في لمس، لان دول بوترو ذهب الى الجهه الاخرى، اذا ارسال سحق يرفع من رصيده روجر، وهو الان امام فرصتين متتاليتين لروجر لحسم المجموعه الاولى. اذا روجر فيدرر يحسم المجموعه الاولى.